يلعب قطاع الزراعة وإدارة الغابات والاستخدامات الأخرى للمياه دورا مهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي من البديهي أن نربط بين الزراعة وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثاني القضاء على الجوع. ولكن مكانة الزراعة في الأجندة السياسية هي حديثة العهد. في الواقع في أجندة الأهداف الإنمائية للألفية تم التأكيد على العمالة الكاملة وتقليص عدد الفقراء، وهما كانتا الغايتان الأساسيتان من أجل القضاء على الجوع. ولكن وأثناء اعتماد أهداف التنمية المستدامة تم التأكيد على النهوض بالزراعة من أجل القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي وتحسين التغذية. وبالتالي وآنذاك فقط أخذت الزراعة مكانة كحل في الأجندة السياسية. هذا المؤلف سيسمح لكم بالتعمق في هذه العناصر التي سأتناولها في هذه المحاضرة، بالإضافة إلى الأعمال التي ينبغي القيام بها من أجل تحقيق هذا الهدف المتمثل بالقضاء على الجوع. علينا أن نركز على الأهداف الأخرى للتنمية المستدامة. إن التآزر بين هذه الأهداف هي عامل نجاح لتحقيق هذه الأهداف. الترويج لزراعة مستدامة تراعي الاستهلاك والإنتاج المستدام. أريد أن أنتج أكثر ولكن أستخدم أسمدة. إن الاستخدام المفرط للأسمدة هل هذا يتوافق مع الإنتاج المستدام؟ النهوض بزراعة مستدامة تسمح بالحصول على مياه وبكميات جيدة. الزيادة في الأسمدة سيلوث المياه. أيضا استخدام الزراعة من شأنها أن تتوافق مع التغيرات المناخية، ولكن أيضا من شأن أن تقلص غازات الدفيئة في هذا القطاع. وإن النهوض بزراعة مستدامة من شأنها أن تسمح بتقليص إتلاف الأراضي. إذا أردت أن أقوم بزيادة الإنتاج أقوم بإتلاف الأراضي، وبالتالي من الأهمية بمكان أن هناك تفاعل قائم يأخذ بعين الاعتبار حزمة من الأهداف، أي اعتماد مقاربة قائمة على الترابط. ولكن ومن أجل استخدام هذه المقاربة علينا أن نستند إلى التفاعلات الموجودة بين الغايات. فعلى مستوى الغايات، غايات الأهداف، نرى التفاعلات بصورة واضحة في شبكة من التفاعل معقدة، إيجابية سلبية أو حيادية. الهدف الثاني يترجم إلى قضاء على الجوع، نهاية سوء التغذية، وأيضا مداعبة الإنتاج الزراعي ودخل المزارعين، وتحسين أيضا العمل في إطار التغيرات المناخية. ما هي التفاعلات بين هذه الأهداف مع غايات الهدف السادس؟ تحسين جودة المياه، تقليص التلوث، إصلاح الأنظمة البيئية المرتبطة بالمياه. إذا أردت أن أنتج أكثر، ولكن علينا أن أخذ بعين الاعتبار الغايات الأخرى في الهدف السادس. إن القيام بإدارة مستدامة للموارد الطبيعية، الأراضي والمصادر الوراثية، وإيجاد أيضا أنظمة إيكولوجية بالنسبة للنفايات والمواد الكيميائية هي في الإطار الهدف الثاني عشر. الإصلاح وصيانة واستخدام الأنظمة البيئية الأرضية والمياه العذبة. إذا أردت الإنتاج بصورة أكبر وأن أقضي على الجوع، علي أن أحافظ على الأنظمة البيئية، وأيضا أن أحافظ على الغابات وأن أكافح إزالة الغابات. إذا قمت بزيادة الإنتاج من خلال إزالة الغابات، هذا الأمر سلبي. وأخيرا، إن الإنتاج الزائد من خلال مكافحة التصحر وإصلاح الأراضي المتلفة. والهدف الثالث عشر الذي يتمثل بإيجاد كل المؤشرات من أجل تحسين التغيرات مكافحة التحسرات المناخية. إن الزراعة وإدارة الغابات والاستخدامات الأخرى من المياه هي جزء من الحل السياسي، وهذا أمر ضروري. وبالتالي من الضروري أن نقوم بإشراك كل الأطراف في هذا الأمر. نحن ننتظر الأعمال البحثية التي من شأنها أن تضع المؤشرات لتحديد الكميات
وقياس التفاعلات الإيجابية السلبية والحيادية بين الغايات المختلفة لكل هدف من الأهداف.